أشرف اليوم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على تدشين فضاء جديد على مستوى وكالة أمير الخطابي التابعة للقاضي الشعبي الجزائري. الفضاء مخصص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ستارت أب، قصد تسهيل الإجراءات ومرافقة المؤسسات عبر مقاربة تجارية عصرية في معالجة ملفات أصحاب المؤسسات من خلال إطلاق خدمات جديدة على غرار خدمة سهل وخدمة سهل نشاطي، قصد تسريع عملية تمويل المشاريع وخدمة سهل ماهل لتسهيل امتلاك وكراء محلات تجارية وتهيئتها. قد تم تطويره في إطار تجسيد استراتيجية السلطات العمومية المبنية على برنامج السيد رئيس الجمهورية، وهذا لتعزيز اقتصاد المعرفة وبعد التشاور مع الفاعلين العاملين في المجال. فالهدف الأخير يبقى زيادة القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وتحديث أساليب تمويلية بالولوج إلى مجالات جديدة. من خلال هذا النهج يقوم بنك القرض الشعبي الجزائري ومن خلاله الجهاز المصرفي الجزائري عامة بتنويع العروض المصرفية، وهذا من خلال تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة ودعم كامل يستهدف كل شرائح وفئات العملاء. وفي هذه الحالة على مستوى القرض الشعبي الجزائري تم وضع برنامج خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة تحت وسم PME by CPA.